صباح الخير. أنا في شيفشاون، وصلت امبارح بالليل بعد ما سوقت تقريبا 10 ساعات من الصويرة لهنا. هي المسافة حوالي 800 كيلومتر بين الصويرة وشيفشاون، فخدتها بقى طول النهار امبارح ولحد بالليل، وطلع عايز أقول لكم أنها تعبت جدا من الموضوع، بس الموضوع ممتع برضو، لأنه أنت بتسوق في طرق جبلية جميلة جدا، وفيها كمان خضرة ومناظر تقدر تقعد. ده اللي أخرني يعني، كمان وقفت كتير وفي مطاعم وخدمات في الطريق، ووصلت بالليل. بس الحقيقة يا جماعة عايز أحذركم إن في تواجد أمني كبير جدا في الطرق هنا، وكل مثلا نص ساعة ولا ساعة لقيت كمين أمني وخدت 3 مخالفات سرعة. خلوا بالكم، لأن هنا كمان بتدفع بين 150 و 300 درهم مغربي. طبعا انت خلي بالك من السرعه بتاعتك وانت سايق. المهم وصلت بالليل وجيت على الاوتيل. انا خدت اوتيل هنا 4 ستارز. هتلاقي في شيفشاون ان مفيش كتير 5 ستارز، مفيش اصلا 5 ستارز، في 2 3 4 5 سوري 2 3 4. طيب خدت الاوتيل تقريبا ب $50 في الليله بيد اند بريكفاست. وهتلاقي في شيفشاون رياضات، الرياض هو الفندق الصغير البنسيون في مصر مثلا زمان، بيبقى مملوك لعيله وعندهم عدد من الغرف ويأجرها لك وكده، فممكن تقعد رخيص قوي، ممكن تقعد ب 100 درهم وممكن تقعد ب 1000 درهم يعني، اوكي؟ البلد زي ما انتم شايفين، ادي المنظر اللي انا صحيت عليه، منظر جميل جدا. وتقريبا كده يعني معظم الاوتيلات اللي هتلاقيه هنا ومعظم الرياضات هتلاقي عندها منظر برضو ريفيو. وتقدر بقى تنزل تتمشى في البلد صغيرة وجميلة جدا، والناس طيبين وبسطاء، وتقدر تنزل تشتري حاجتك بنفسك او تنزل تروح على اوتيل او على مطعم وتاكل وتشرب زي ما انت عايز. هتلاقي الناس مضيافين قوي ودمهم خفيف، وبيتعاملوا لما تتكلم معهم بطريقة جميلة. فانا هنزل وهفرجكم على البلد. زي ما انتم شايفين على فكرة لسه في الضباب، لان انا في الشتاء هنا، انا في مارس بصور في مارس. وهتلاقي الضباب فوق الجبال، ولو جيت انا بدري شويه يعني مثلا على يناير فبراير هتلاقي ده تلج كله، اوكي؟ فخلي بالكم انه في الشتاء بيكون الجو بارد زي اوروبا بالظبط. لكن انا بحب الشتاء، يعني انا بحب اجي هنا في الشتاء اكتر من انا بحب اجي في الصيف، لان الصيف بيكون حر كتير. تعالوا معايا ننزل نتمشى وافرجكم على شيفشاون من تحت، او الزقاق ده من اشهر الازقه هنا في شيفشاون. حتى ان فرنش مونتانا الرابر عمل هنا كليب مش من بعيد، يعني وقت قريب. مكان جميل جدا، والناس كلها بتيجي تتصور في المكان ده عشان جماله الواضح. اميزنج. ناخد المسمن مع الأتاي، فطار مغربي، وبعدين نروح.
دي طبعا أزقة مدينة شفشاون، وبتكون يعني ضيقة جدا بس جميلة جدا. كل البيوت زي ما انتم شايفين واخد اللون الأزرق بدرجاته والأبيض. المدينة كلها كده، واو amazing. Beautiful.